أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الذي هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب عدلاً قسطاً، لا غلو فيه ولا جفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب عدلاً، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وجعل الله سبحانه وتعالى شرعة الإسلام الشرعة العدل التي لا غلو فيها ولا مجاوزة، والتي لا جفاء فيها، شرعة واضحة مستقيمة للعباد. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو، وأن يتجاوز الإنسان ما رسمه الله له وما شرعه الله عز وجل له. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. فنهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتابين من قبلنا عن الغلو، وهو مجاوزة الحد، ونهانا نحن أيضا عن الغلو، وأمرنا أن نتبع الحدود الشرعية وألا نقربها وألا نتجاوزها، كما قال الله عز وجل في آيات الصيام: وبعد أن رخص للناس أن يأتي أحدهم شهوته بالليل من ليلة الصيام، قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالواجب على الإنسان أن يأتي ما أمر الله
وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر به، وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أمر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ففي هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته للناس. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، فعبد الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وأنه ليس مألوه ولا تصرف إليه العبادات. ورسول الله فيه بيان تكريمه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس عبداً كبقية العباد، وإنما هو صفوة العباد، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إليه شرعة شرفه تبارك وتعالى بها. فهذا هو دين الإسلام، لا غلو فيه ولا جفاء. ولما غلا النصارى في عيسى وهو مجاوزة الحد واعتقاد أنه ابن الله، صرفوا إليه العبادات وعبدوه من دون الله، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. رسول قد خلت من قبله الرسل، فيه رد على اليهود الذين أنكروا رسالته، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. قال العلماء، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الذي يأكل الطعام لا يستحق العبادة، وليس حقه أن يعبد، لأن من أكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، فليس هذا بإله، وليست هذه من صفة من تصرف له العبادة. ولذلك قال الله عز وجل: كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ولذلك لما أنكر اليهود على مريم واتهموها بالزنا، وأشارت إلى عيسى وهو في المهد، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، لست بإله، لا أستحق العبادة، وهذا المقام هو أحسن المقامات لي، إني عبد الله. والرد على اليهود: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عيسى بن مريم عبد، الرسل عبيد لله، الملائكة عباد لله. ولذلك الغلو يا أخواننا مشكلة كبيرة ضرت الأمة. الغلو خلى فرق تخرج وتشقق الأمة وتفرق الأمة إلى جماعات وأحزاب متناحرة، وتضعف الأمة عن مهمتها في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
فانصرفت الأمة إلى ما حصل بينها من التناحر ومن التشرذم ومن التفرق والاختلاف. الغلو جعل الشيعة يغلون في آل البيت ويعظمونهم حتى عبدوهم من دون الله. عشان كده الخميني يقول في كتاب الحكومة الإسلامية قال: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. بل حتى وصل بهم الغلو إلى أن قالوا لعيسى لعلي رضي الله عنه: أنت الإله. قالوا: أنت هو، حتى حرقهم علي رضي الله عنه بالنار. ده الغلو يا أخوان. ولذلك تسرب هذا الغلو، تجد الآن في الإذاعات وفي التلفاز ناس يغلو. الإنسان يوضع في مقامه، ما تغلو به. مثلا تسمع مدايح يقول لك: سلام عليك أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا غافر الذنوب، سلام عليك يا كاشف الكروب. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأما مغفرة الذنوب فهي عند الله، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. فهذا شرك بالله، وهذا مجاوزة وغلو. ولذلك في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أمر ابن عباس رضي الله عنه أن يجعل أن يأتيه بآيات الرمي يرمي بها جمرة العقبة، فجاء عبد الله بن عباس بحصيات على قدر حبة الحمص فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك تأسف إذا كان يا أخوانا للأسف الشديد في الإذاعات في قناة النيل الأزرق معاملين مستضيفين زول وهو شيخ طريقة كبير، قال: من ما أكرم الله به شيخنا أن الله أعطاه كن فيكون على لسانه. قال ربنا اداه كن فيكون على لسان. الكلام ده معلش لو كان في كتاب أو في غيره الإنسان بيتحير، مع أنه موجود في الكتب، لكن ده قالوا على رؤوس الأشهاد وفي القنوات يحضرها ملايين البشر. وربنا سبحانه وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الغلو جعل الناس يسيء الظن بأنفسهم ويسيء الظن بالله. زول تلقاه مثلا يدعو غير الله، أو يذهب له لشيخ يكون دار له ولد أو أمر يقضي، تقول له: ما لك يا زول ما تسأل الله؟ يقول لك: يا زول الناس دي الصالحين صلاح ما تتكلم لي فوقهم. يا أخي الصالح ربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الصالح صالح لنفسه، أسأل الله الله بيديك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما تنادي غير الله. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يزال به الغلو
حتى يدعو غير الله ويقع في الشرك والكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام. وإنما العدل والوسط الذي قال الله عز وجل فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن كثير أي عدلا خيارا، أن نضع كل أحد في المنزلة التي وضعه الله فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من جنس البشر، وهو مخلوق من جنس المخلوقات، ولكنه رسول كريم، وأنه خير البشر وسيدهم عليه الصلاة والسلام، وأن الله اصطفاه وفضله واجتباه بالرسالات وبالمعجزات وبالمقامات العظيمة في الدنيا والآخرة. ولا نصرف له شيئا من العبادة ولا ندعوه من دون الله، فكيف بغيره من الصالحين والطالحين؟ ولذلك عباد الله، الغلو من الأمور التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حاربها الصحابة رضي الله عنه، كما أوصى عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه التابعين، وقال لهم: عليكم بالأمر العتيق، وإياكم والتعمق والتنطع والتبدع، يلزم الإنسان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سبيله، فنعم الهادي ونعم الدليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. وبعد، التنطع عباد الله، والذي أخرج الخوارج وجعلهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، وذلك أنهم تركوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف. وأول رأس للخوارج اسمه ذو الخويصر التميمي، والحديث في الصحيحين من طرق كثيرة، من رواية علي وأبي سعيد وابن مسعود وغيرهم. لما كان يوم حنين، وفي رواية أن علي رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض، يعني ذهب لم تحصل من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس وكانوا حديثي عهد بالإسلام، وترك أناسا لم يقسم فيه هذا الذهب أو هذا المال. فقام رجل عليه أثر السمت والعبادة يقال له ذو الخويصر التميمي، فقال: يا رسول الله، اعدل فإنك لم تعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر إلى هذا التنطع. قال الراوي: محلوق الرأس، مشمر الإزار، غائر العينين، كث اللحية، كأن جبهته ركب المعزة، ده من كثرة الصلاة، جبهة زي ركب المعزة التي تبرك عليها. وهذا يدل على كثرة العبادة، وده أخوانا ما يدل على إنه تشمير الإزار غلط، لا دي عبادة، وده يدل على إنه إنسان كثير العبادة، ولكن لأنه اغتر بنفسه قال هذا الكلام السيء والكفر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اعدل فإنك لم تعدل. فأخرج خالد سيفه، وفي رواية عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال العلماء: وفي قول هذا الصحابي الجليل دعني أضرب عنق هذا المنافق استئذانا من النبي صلى الله عليه وسلم،
فيه دليل على أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم. ثلاثة أنفار تلموا يقوموا يمشي يعمل لهم تفجير أو يعمل لهم خلية إرهابية أو يبقوا زي ناس داعش أو غيره، ده أخواننا ما من الإسلام، ما من الإسلام، لأن الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فما مشروع، وليس هذا من الإسلام. وهذه رسالة لشباب المسلمين المتحمسين لنصرة الإسلام. الإسلام ما بينصره كده، ما تمشي تلملم لك ثلاثة أنفار وتمشي تفجر لك كافر، ولو كان كافرا، كافر أمريكي ولا غير أمريكي، خش البلد تمشي تفجره، هل هذا من الإسلام؟ الزول ده دخل بجواز، هذا يسمى بعقد أمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 400 عام. قال لك روح ريحة الجنة ما بتشمها. لو داير جهاد عديل، أول حاجة أبدأ بجهاد العقائد المنتشرة، القباب الموجودة، ليس أن تكسر ولا أن تفجر ولا أن تضرب من يحرسها، وإنما تبين للناس بالأدلة من الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر أو أن يبنى عليه أو أن يجصص. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. تبين للناس، ليس من حقك أن تمد يدك على أحد، أنت ما حاكم، حتى لا تصير الأمور فوضى. ولذلك تأكد أن هذا الدين الذي يقوم به ناس داعش، ومن يريد أن يصير من أذنابهم وأذيانهم مهما تسمى من الأسماء، لو قال نحن اسمنا جماعة أتباع الصحابة رضي الله عنهم، دم الدين ولد الإسلام، ولا بتخش جنة بالطريقة دي، لأن هذا عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك عباد الله، مشكلة الغلو في الدين سبب لكثير من المشكلات التي يجب على الناس أن يعالجوها بالرجوع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأعنتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا من الذنوب ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم وعافنا واعف عنا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل لهم بطانة حسنة تأمرهم بالخير وتحضهم عليه، اللهم وأبعد عنهم بطانة السوء التي تأمرهم وتحضهم على السوء. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.